مهم جدا يا كابتن احمد وحضرتك يعني بتكون تشكيل الاكاديميه، اختيار المدربين، سلوك المدربين، طبعا ان اول حاجه الولد الصغير اللي عنده 4 سنين وخمس سنين بالنسبه للمدرب اللي في الملعب ده قدوته، فالنهارده بيتعلم منه كل حاجه، فالنهارده اختيار المدرب في الاكاديميه ده مهم جدا. طبعا كلام منطقي جدا ما شاء الله احنا كمان شايفين المدربين في فرع المنوفيه حاجه رائعه يعني. بالظبط، كلهم فعلا على خلق يا كابتن اسامه، وزي ما قلت لحضرتك طبعا المدرب لازم يكون واجهه، ولازم اللاعب كمان يقتنع بالمدرب، لان المدرب نموذج للاعب. لو اللاعب او مجموعه اللاعبين ما شافوش المدرب اللي قدامهم ان هو ستايل وعنده كنترول ونموذج كويس ان هو فعلا لعيب كوره او جاي مثلا يعمل مهاره او يعمل نموذج، لازم يكون هو فعلا على قد المسؤوليه ان هو يكون متمكن ان هو يعمل المهاره دي، لان اللاعب هيصدقه. وطالما اللاعب صدق المدرب بتاعه خلاص هيكون قدوه ليه ان هو حابب يكون زيه. فالحمد لله رب، زي ما انت شفت وتفضلتم ان فعلا مدربين على خلق واستايلات كلهم يعني الحمد لله، وكمان عندهم شهادات تعليميه كلهم، اللي معاه لسن سي واللي معاه لسن بي كلهم، وكل واحد له ملف دلوقتي في اداره الاكاديميات عند كابتن شطه، وده انت عارف سيستم النادي الاهلي طبعا ما شاء الله يعني السيستم التزام رقم واحد يعني. طبعا طبعا طبعا.